أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن صمت الحكومة والتحالف إزاء انكسارات الجيش في مواجهة تصعيد ميليشيات الحوثي. قالت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف وقفت متفرجة على المواجهات بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في صنعاء والجوف. تأتي هذه التصريحات بعد أيام فقط من سقوط مديرية الحزم بأيدي ميليشيا الحوثي بعد معارك مع الجيش الوطني. مواطنون نددوا بحالة الصمت الذي تبديه الحكومة الشرعية إزاء الخسارات التي يتلقاها الجيش في مناطق كان قد حررها قبل أكثر من 5 سنوات. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وآثار صمت الحكومة والتحالف على الخسارات التي يتعرض لها الجيش الوطني، ومستقبل الشرعية في ظل الخذلان الذي تتعرض له من قبل التحالف. نتابع التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. من كتاف إلى نهم والجوف وربما إلى مأرب، يتوالى خذلان التحالف للجيش الوطني في كل مواجهة مع ميليشيا الحوثي. خذلان مكن الميليشيا من توسيع مناطق سيطرتها وتهديدها لما تبقى من وجود للشرعية في مأرب. أحداث الأيام الأخيرة حملت معها تقدماً متسارعاً للميليشيا في جبهات نهم والجوف، وسط انهيارات متتالية لقوات الجيش الوطني التي فقدت السيطرة على معظم المناطق التي حررتها قبل نحو 5 سنوات. وأمام عديد من التساؤلات إزاء الخسارات التي تعرض لها الجيش الوطني في نهم، قالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف اكتفت بالتحليق ولم تقم بأي دور في مساندة الجيش الوطني، وهو الأمر ذاته الذي حصل في محافظة الجوف. وفيما لم يعد من اللافت تقدم ميليشيا الحوثي في أكثر من جبهة، إلا أن صمت الحكومة والتحالف إزاء ما يحدث يثير تساؤلات كثيرة، كما يضع الشرعية على حافة الهاوية وفي نهاية الطريق. صمت زاد من حدة التنديد الشعبي ودفع أصواتا كثيرة إلى المطالبة بضرورة الخروج من تحت عباءة التحالف والبحث عن حلول يمكن أن تنقذ ما يمكن إنقاذه. ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد إبراهيم. نتحدث اليوم عن صمت الشرعية وأيضا التحالف فيما يتعلق بالخسارات الأخيرة التي تلقاها الجيش الوطني في جبهات كان قد حررها منذ 5 سنوات، برأيك ما هي أسباب الخسارات التي يتعرض لها الجيش الوطني في نهم والجوف؟ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يتعرضون إلى مؤامرة قيادة السعودية والإمارات، كما تعرف ويعرف الجميع الحكومة الشرعية أو ما يسمى بالحكومة الشرعية أصبحت مجرد أداة. هنا نحن نعرف منذ الوهلة الأولى، منذ أن حتى ثورة الربيع العربي عندما مهدت السعودية والإمارات لصالح الانقلاب مع الحوثيين على الشرعية، ومن ثم حتى وصولا إلى عدن الذي حصل في عدن مؤخرا بدعم ميليشيات المجلس الانتقالي والانقلاب على السلطة الذي حصل هنا، كل هذه الأمور أصبحت مؤامرة ممنهجة من قبل السعودية والإمارات ضد الشعب اليمني لغرض تقسيم اليمن، لغرض كسر المقاومة، لغرض كسر اليمنيين من بكثير من الاتجاهات، من خلال الحصار، من خلال منع اليمنيين الدخول والخروج من بلدهم، من خلال إهانة اليمنيين في مطاراتهم، من خلال يعني حتى منع الطائرات اليمنية من الهبوط في مطار بلدها. الأمور أصبحت واضحة بالنسبة لليمنيين، يعرف الجميع وتعرف المملكة العربية السعودية والإمارات أن من في الجوف اليوم ومن في مأرب هي المقاومة الحقيقية للشعب اليمني. هؤلاء رجالات الاستعادة الجمهورية الحقيقيون الذين يواجهون ليس يعني بأوامر من المملكة أو من الإمارات، وإنما بدافع استعادة الجمهورية، بدافع الحفاظ على أراضيهم وعلى شعبهم، بدافع إسقاط الإمامة القادمة من صعدها اليوم. لكن من يتحمل مسؤولية خذلانهم سيد إبراهيم؟ أنا في اعتقادي المملكة العربية السعودية والإمارات بالدرجة الأولى، كونهم هم تصدروا المشهد الدولي
المقررات الدولية بمساعدة السعادة الشرعية، هم من يمنعون الرئيس من العودة إلى الداخل، هم من مونوا الميليشيات الإنقلابية في عدن بالسلاح الثقيل لإسقاط الحكومة الشرعية والمعسكرات في عدن وكثير من المناطق الأخرى، هم ضربوا الجيش الوطني في شبوة، هم من يتحملوا المسؤولية الأولى أمام التاريخ وأمام الشعب اليمني. يعني هم أيضا من يعيقون أي تقدم للشرعية اليمنية داخل أراضيها، ويمنعون يعني الشرعية من يعني شراء السلاح، يمنعون التمويل للجيش الوطني، يحاصرون القيادات الوطنية التي تدافع عن الجمهورية اليمنية من وزراء وغيرهم، ومن ثم لا يجلبون إلا المرتزقة والعملاء الذين الآن إما في عدن وإما في الرياض. فلذلك هم من الناحية التاريخية هم من يتحملون المسؤولية. لكننا ماذا عن الشرعية التي يعني يجد الشعب نفسه أنه لا خيار أمامه غير الشرعية؟ هذا غير صحيح. يعني يجب أن ننهي هذا الوهم وهذه الصفحة ونطويها إلى الأبد. هذا مجرد ما يسمى بالشرعية، مجموعة من الوزراء والمسؤولين الفاسدين الذين لا يجدون حتى على أرض المعركة، وإنما استخدموا كأدوات للتآمر على الجيش الوطني، للتآمر على الوطنيين في الداخل، للتآمر على القيادة العسكرية والوطنية. يجب أن نطوي صفحة ما يسمى بالشرعية. لا شرعية إلا لشرعية الشعب، لا شرعية إلا لشرعية المقاومة. القطط السمان التي تتنقل من فندق إلى آخر، هؤلاء لا يمثلون لا الشرعية اليمنية. الشرعية هي يجب أن تعاد إلى الشعب. يجب أن نتجاوز صفحة الرئيس الفاسد النائم منذ 4 سنوات في فنادق الرياض. يجب أن نتجاوز كل من يعتقد أن المملكة العربية السعودية والإمارات هما الحليفان الاستراتيجيان، وهم أصلا في الأساس من مكنوا الميليشيات الحوثية والإنقلابية في الجنوب من السيطرة على الأراضي، ومن ثم إنهاء ما يسمى بالشرعية. هم من يحاربون الشرعية، وهذا بقايا الشرعية هي ليست لا قوة حقيقية لا سياسية ولا عسكرية ولا غيرها. فيجب أن ننطلق من منطلق جديد، أن هؤلاء أصبحوا أعباء على الشعب اليمني، هؤلاء أصبحوا الخنجر الذي يطعم به الشعب اليمني بما يسمى بالشرعية. وهؤلاء أيضا من يسمحون للحوثي البقاء والتمدد كما نراه يوميا. لولا التحالف هذا لما تمدد الحوثي، لولا التحالف لما تم استهداف الجيش الوطني، لولا التحالف لكان الشعب اليمني يحارب في الداخل إلى جانب الوزراء وإلى جانب المسؤولين وإلى جانب عبد الرب منصور هادي. هؤلاء الذين يبنون القواعد العسكرية في المهرة، الذين يحتلون جزرنا ومطاراتنا، هؤلاء هم العدو الأول. أما الحوثيين هي ميليشيات سلالية سوف ينتفض الشعب اليمني ضدها اليوم أو في الغد. نعم، إذا يبقى معي سيد إبراهيم. أرحب بضيفي من مدينة أبها السعودية المحلل السياسي سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سلمان. سيد سلمان، اليوم نتحدث عن خسارات الجيش الوطني و التراجع الحاصل في الكثير من الجبهات التي احتفل فيها اليمنيين، والتحالف أيضا بتحقيق الانتصارات فيها. اليوم يتراجع الجيش إلى الوراء وتتقدم الميليشيات ولا يجد أي إسناد أو دعم من قبل التحالف في هذه المعركة الحاسمة. كيف تجد الوضع؟ أحييك بداية أستاذ شادي، أحيي ضيفك، أحيي السادة المشاهدين. دعني أبدأ من حيث انتهى ضيفك، أن التحالف العربي لو لم يكن في اليمن لكان أسقط الحوثي من وقت مبكر، وأن هذه الميليشيات الإعلامية لن تدوم بضع ساعات. وأنا لي سؤال في البداية، كيف استطاع الحوثي أن يدخل صنعاء وعمران ومأرب وغيرها حتى وصل عدن في بضعة أيام، أقل من الأسبوع؟ عموما لا أريد التعليق على هذا المحور، سأبدأ الإجابة على سؤالك يا عزيزي. ما حدث من سقوط في الحزم أو الحزم عاصمة الجوف هو بأسباب ثلاثة، حصلت على هذه المعلومات من مصدر عسكري في القوات المسلحة اليمنية. السبب الرئيسي الأول هو وجود خيانات وعملاء من داخل العاصمة الحزم، تواصلوا مع الحوثيين ونقلوا لهم بعض المعلومات وسربوا بعض المعلومات المخابراتية التي تسببت في سقوط مواقع في الجوف.
تلا ذلك وجود بصراحة أعداد كبيرة من الحوثيين الذين أرسلوا وعززوا قواتهم في الجبهات بعد سقوط نهر والفرطة، التفوا حول الحزم أو الجوف وحققوا ما يبتغون. أما السبب الرئيسي عزيزي فهو يعود وبصراحة إلى عدم دعم جبهات الجوف. الجميع شاهد قوات الجيش اليمني وهي تحاصر أو تواجه أو تصد الهجوم الحوثي لأكثر من 45 يوم. الجيش اليمني أو الجيش الوطني في الجبهات المختلفة الأخرى لم يتقدم في تلك الجبهات ولم يدعم جبهة الجوف، وهنا خلل. يعني بصراحة أنت تحدثت هنا سيد سلمان عن مسألة الجوف بأن هناك خيانات، ماذا عن نهم؟ لا تكاد تخلو الخيانات، أنا لا أعلم مصدر الخيانات وأسبابها، وكأن الجميع لا يعلمون بأن طيب اليمن بالنسبة للجوف تحديدا، يعني هذه الجبهة هي يعني كما يقال أنها تتبع ويتم الإشراف عليها مباشرة من قيادة التحالف، غير بقية الجبهات التي يعني هناك إشراف من التحالف وإشراف من وزارة الدفاع اليمنية. وكما يقال أيضا أنه حينما تقدم الحوثي وحينما اشتدت المعارك هناك غاب التحالف تماما وغاب حتى الطيران، كيف يفهم هذا الأمر؟ شوف أنا راح أوضح لك وأوضح للسادة الشاهدين بالحقائق الرقمية وليست في الأقوال أو بالهرج. يا سيدي، التحالف العربي وجوده لدعم الشرعي وليس لفرض أو توجيه أو عمل داخل الأرض. اليمنيين، الجيش اليمني هو الذي يستلم الملفات والمواقع والأرض وهو المسؤول عن الدفاع والحماية. التحالف مجرد داعم. هذا الأمر لابد أن نفهمه ونعيه جميعا. ما حصل في الجوف يا عزيزي من سقوط بصراحة اعتبره مدوي، وإن كان لا يمثل أكثر من 30 إلى 35%، 60 إلى 65% تحت سيطرة الجيش. وما حصل هو مجرد خطأ يتحمل الجيش اليمني بسبب تراجعه إلى مواقع لبنان. وأنا أود أن أشير حتى لا نحمل المسؤولية، كل المسؤولية للجيش، بأن سبب التراجع كان تراجع تكتيكي حسب ما توفر لديه من معلومات لحماية المدنيين، لأن الحوثيين لا يفرقون بين مدني وعسكري. وللأسف بعد دخول الحوثيين للمدينة قاموا بتدمير المستشفى وقتل بعض الأطباء وقتل النساء والأطفال، لم يعد أمامهم أي خيار. كنت أتمنى من الجيش أنه بقي في العاصمة الحزم للدفاع عن الحزم في أسوأ الظروف، لأن الحوثيين يجب التعامل معهم بالمثل. لكنهم خذلوا، لا يوجد لديهم مساندة، لا يوجد لديهم إمدادات سواء بالمقاتلين أو بالسلاح، يعني بقيوا بمفردهم في هذه الجبهة حتى وجدوا أنفسهم يعني عاجزين عن المواجهة فانسحبوا، يعني هذا ما حدث بالضبط. أنا أود أن أشير إلى معلومة أستاذ شادي، وهي أن التحالف العربي قام بدوره، ولو لم يكن قام بدوره في ذات الوقت لحصلت كارثة إنسانية في الجوف. ما لا يعلم، نعم، لكن ما الفائدة أن يقوم بالدور بعد أن يعني كما يقال أن يوضع الفأس بالرأس؟ يعني أين هو منذ أن بدأت المواجهات في الحزم وما قبل الحزم؟ سقطت الغيل والحزم والتحالف يتفرج. يعني أيضا كما يتحدث الأخ إبراهيم، يعني معركتنا نحن اليمنيين التحالف يعني عرقلها بشكل كبير، يعني قيادات الدولة معظمها ما زالت مقيمة في الرياض ولا تستطيع العودة بسبب يعني ضغوطات ممارسة من قبل التحالف بعدم عودتهم، وبالتالي بقي الأمر على ما هو عليه الحال حاليا. أنا سأتكلم معك بكل صراحة، فتحت لي المجال وسمحت لي يا سيدي. أولا، من يحاول أن يقول أن الحكومة الشرعية مجبرة أو مفروض عليها البقاء في السعودية، هذا للأسف جانب الصواب، هذا غير صحيح. أغلب وزراء الشرعية خارج المملكة العربية السعودية، وأنا أعرف لك الوزراء وبقيت بالاسم. لا يوجد في الرياض حاليا إلا الرئيس وعلي محسن البقية. وهذا هو الأساس، يعني لو عاد الرئيس وعاد علي محسن وعاد معظم القادة المؤثرين والذين يعني يمتلكون القرار لكان الواقع غير ما هو عليه الآن. لكن يعني ماذا نريد بوزير إعلام أو وزير سياحة يعود ليقوم بجولة في بعض المدن ومن ثم يعود مرة أخرى للرياض؟
أنا معك أتفق. أولا بصراحة يعني بعض الوزراء، وهذه مسؤولية رئيس الوزراء بعيد، وأنا لازلت أسأل وأناشد وأطالب عبر قناتكم من رئيس مجلس الوزراء اليمني معين، أنا ما فاكر اسمه زين، أن يشعرنا أين هو ذاتيا. هل هو حتى رئيس الوزراء لم يجد يعني لم يجد الفرصة والعمل، فعاد أيضا إلى الرياض. إذن ابقى معي سيد سلمان، سأعود إليك بعد قليل. أذهب لضيفي إبراهيم. يعني سيد إبراهيم، سمعت إلى حديث ضيفنا المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر، ويتحدث بأن لولا التحالف لكانت اليمن بأكملها تحت سيطرة الحوثي، والتحالف ما زال يقدم كل الدعم والإمداد للجيش في جميع الجبهات. الأخ عسكر تساءل تساءل منطقي، يعني كيف وصل الحوثيون إلى عدن؟ أولا الإجابة على هذا السؤال، الطريق التي وصل بها الحوثي إلى عدن بالطريق التي أسقط نظامه النظام الديمقراطي المنتخب في مصر، وبالطريقة نفسها التي يدعمون الميليشيات في ليبيا وكثير من المناطق العربية التي قامت يعني كانت فيها ثورات الربيع العربي. هذا نقطة. يعني هناك كان تآمر واضح من قبل الإمارات، كانت تخطط للرئيس المخلوع عفاش بأن يستعيد السلطة بطريقة أخرى بهدف محاربة الإصلاحيين الأخوان المسلمين بهدف كذا كذا، لكن الأمور أصبحت واضحة أنه لغرض الاستيلاء على الموقع الجغرافي اليمني، ومن ثم إدخال اليمن في دوامة بعيدة عن الديمقراطية وعن الفدرالية. هذا الذي حصل. عندما يتكلم ايضا الضيف الكريم عن الخونه، ان هناك خونه في 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 مأرب وفي الجوف، الخونه الحقيقيون هم الذين في فنادق الرياض، الذين لم يعودوا الى المواجهه، الى المقاومه. الخونه الحقيقيون الذين يتلقون اوامرهم من آل جابر. عندما يتكلم انه كانت هناك خيانه داخل الجيش الوطني في الجوف ومأرب، فما الذي حصل في عدن عندما أسقطت معسكرات الجمهورية اليمنية في عدن على مرعى ومسمع الإمارات والسعودية وبدعم منها؟ السلاح، المدرعات، الدبابات التي كانت تضرب على الجيش الوطني في عدن هي إماراتية سعودية، القطاع الجوي كان إماراتي سعودي. ومن ثم النقطة الأخرى بعد هذا، عندما يتكلم على أن الشرعية لم تستطع، يا أخي من منع مجلس النواب من الانعقاد في عدن هي القوات الميليشيات التي موالتها السعودية والإمارات، وهي من أنشأتها لغرض استهداف اليمنيين. هل كل هذا يجب أن ينطلع عنا وكأن احنا أطفال يمررون علينا هذه المخططات، ومن ثم يقولون أن هناك خيانات؟ أكبر الخيانات هي وجود تحالف اسمها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات. ثم يقول أنه الجيش الوطني، من يملك السلاح الجو؟ ليست السعودية والإمارات هي من دمر سلاحنا سلاح الجو؟ أليس من يمتلكون أقوى القوات في الشرق الأوسط ولا يستطيعون حتى تحريك ساكنا يسمحون للحوثي يعني التنقل في كل مكان؟ ومن ثم النقطة الأخرى، عندما يتحرك الجيش الوطني أول من يضرب الجيش الوطني هي طائرات التحالف، ثم لهم قوات في المهرة، لهم قوات في مناطق مختلفة في شبه، وقواعد عسكرية سعودية إماراتية على امتداد الجنوب، ولن تساند هذه القوات التي تحارب الحوثيون. نعم. طيب ما هي الخطوات سيد إبراهيم؟ ما هي الخطوات التي يمكن من خلالها وقف هذه الخسارات المتتالية التي يتلقاها الجيش؟ نوعين من هذه الأمور. أولا المقاومة الشعبية يجب أن يكون ولاءها للشعب، وأن لا تستمع لأي قيادات أو القطط السمان الآتية من المملكة العربية السعودية، لأن هذا فيها خيانات، وهم من يوقفون هذه القوات بأوامر من المملكة العربية السعودية عندما تتحرك وعندما يكون هناك انتصارات، كما رأينا كما حصل في شبوة عندما انطلقت قوات الجيش اليمني لتحرير عدن من الميليشيات الممولة من قبل السعودية والإمارات. هم من أوقفوها بالطيران، يضربون الجيش الوطني لكنهم لا يضربون قوات الميليشيات الممولة إيرانيا. هذا النقطة. يجب على الشعب اليمني إنهاء إما الشرعية أمامه الخيار، إما أن ترجع إلى الوطن وتقاتل إلى 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 جانب الشعب اليمني وتبحث عن حلفاء دوليين جدد، حلفاء يدعمون الديمقراطية، يدعمون التوجه الفدرالي في المنطقة. أما الحلفاء السعودي والإمارات هذا لا،
أنظمة أسرية ليس لها لا بديمقراطية ولا بأي شيء. لذلك يجب أن نبحث على أوراق جديدة، يجب أن ينتهي ما يسمى بالتحالف مع هذول الدولتين الذي لن نرى منها على مدى التاريخ إلا الشر منذ انطلاقة الثورة في الستينات مولوا الإمامة، الحرب في 94 وضحت الفكرة سيد إبراهيم. واليوم يعملون نفس الخبر ويريدون يعني يمررون علينا نفس الأسطوانة يعني. نعم، إذن أشكرك، وضحت الصورة. المحلل السياسي إبراهيم القعطبي كنت معنا من واشنطن، وأرحب بضيفي من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ مساء الخير. مساء النور الكريم لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد الحفيظ، كيف تنظر إلى واقع الخسائر التي يتلقاها الجيش في الجوف وفي نهم؟ نعم، في اعتقادي بأن هي أخير كر وفر، القضية ليست جبل ولا أيضا قضية مدينة الحج ولا حتى أيضا مناطق أخرى، الهدف هو تحرير اليمن بشكل كامل من هذه الميليشيات. صحيح هناك خيانات، صحيح هناك نكايات عسكرية، صحيح هناك تقاطع مصالح، لكن الشعب اليمني والمقاتل الميداني صراحة هو الذي يقاتل بالروح الوطنية غير آده بما يحدث من مصالح وتقاطعات كانت خارجية أو محلية. ما حدث في الحزم تكرر لأنه لم يتم التحقيق في ما حدث في جبهة نهم. لو كان هناك شفافية معلنة وحمل مسؤولون، صحيح حصل إقالات عسكريون، لكن لم يقولوا حتى هذه اللحظة ما الذي حدث في نهم وما هو سبب ذلك الانسحاب. أيضا لم يقولوا أيضا ما هو سبب الانسحاب الجيش من منطقة أو مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف. كان يجب على قوات الجيش الحكومة الشرعية أن تحقق وأن يكون الشعب اليمني جسور ولا يدعوه للتحليلات والشائعات والأكاذيب والتخرصات. وللأسف الشديد هذه الضبابية تستغلها الميليشيات في تسويق العديد من الشائعات والأكاذيب، بينما الإعلام الحكومة الشرعية يقف مدافعا متفرجا، وبالتالي لا هناك يعني دافع لبدء الهجوم، يظل الإعلام والجانب العسكري أيضا مدافعا. وبالتالي يجب على قيادة الجيش والحكومة الشرعية أن تعلن صراحة ما الذي حدث هذه المنطقتين التي حررت قتلت فيها آلاف من الشهداء والضحى ودماء اليمنيين الأحرار الذين صدروا بطولات كثيرة في هذه المناطق. حررت مدينة الحزم وأصل قد أخي الكريم، أنا زرتها منطقة تجارية كانت مغبر للغبار، أصبحت فيها المستشفيات والمستوصفات الاقتصادية والأسواق والمولات وما إلى ذلك. اليوم ما يحدث فيها مأساة، أن تعود إلى أيدي الميليشيات وتقوم بعمليات القتل والتصفيات الجسدية وتدمير المنازل ونقل المؤسسات الحكومية والقتل على الهوية. كل ذلك طبعا تتحمل الحكومة الشرعية مسؤولية. جميل، سأعود إليك سيد عبد الحفيظ، تكرم بالبقاء معي. نعم نعم، ابقى معي سيد عبد الحفيظ. أذهب لضيفي سلمان عسكر المحلل السياسي. سيد سلمان، هناك من يتحدث بأن هناك يعني مؤخرا تواصل ما بين التحالف وميليشيا الحوثي للإجهاز على ما تبقى من الشرعية، كيف ترى ذلك؟ نعم، هناك تواصل عبر الطائرات الجوية، عبر غارات التحالف، هذا هو التواصل. كيف؟ أين؟ صدقني وأنا، الضربات الجوية للتحالف هي التي تصل إلى الحوثيين. نعم، هذا كان زمان، الآن أين الضربات الجوية؟ يا أخي والله والله شوف، وأنا أقولها وكنت أتمنى أن ضيفك الأستاذ إبراهيم بكي معانا، إبراهيم القعطبي، فتوقعنا سيد إبراهيم، لو لم تقوم طائرات التحالف بأكثر من 21 قارة على الجوف خلال اليومين الماضية لكانت كارثة مدوية. أنا أتكلم معك بكل صراحة. طيب ما الفائدة؟ الجوف سقطت واليوم الجماعة يعني أعينهم على مأرب، يعني ما الفائدة بالغارات؟ وقد أتفق معك أن الجوف أو الحزم سقطت، ولكن هذا السقوط لن يكون نهاية للحوثيين. أن الأهم في هذا أن نسأل الحجم الخسائر التي خسرها الحوثيين في الحزم. شوف، أنا ضد ما يقال انسحاب تكتيكي للجيش إلى لواء لبنان أو مقره في لبنان. أنا غير هذا، ليس انسحاب تكتيكي، هذا الانسحاب التكتيكي تسبب في سقوط الجوف الحزم بيد الحوثيين.
فأي تكتيك هي كل خسارة دائما ما يصرح عنها بأنها انسحاب تكتيكي، يعني بالتالي الخسارة هي خسارة. هذا ليس تكتيك، هو ليس تكتيك يا عزيز. نعم، لكن هنا سيد سلمان، يعني خسارة الشرعية، خسارة الشرعية هي تعني خسارة التحالف، فهل يعني التحالف راض على ما تسير فيها الأمور حاليا والخسارات التي تحدث تباعا؟ أبدا، التحالف العربي غير راضي بأي خسارة للمجتمع والشعب اليمني الذي ترأسه الشرعية وإطلال الشرعية. التحالف العربي لازال مصر على استعادة الشرعية بالقوة وطرد هذه العصابات الحوثية الإيرانية الإرهابية، وهذا هو الهدف الاستراتيجي للتحالف. لذا لن يكون من المنطقي أن يكون راضي عن التحالف عن أي سقوط سواء عن الجوف أو غيرها. هذا مؤلم للتحالف، مؤلم لليمنيين، مؤلم للجميع. الجميع يا سيدي يقف ضد الكهنوت الحوثي، الجميع يعني يريد كيف إخراج سيد سلمان كيف غير راضي، ويعني الشرعية تلاحق في الجنوب وتلاحق في الشمال، يعني والتحالف يعني يقف متفرج وله السلطة في الجنوب وله القدرة في الشمال على إنجاز أي تغيير، ويعني بالتالي الأمور تضيق على الشرعية والتحالف يتفرج، كيف نفهم ذلك؟ لا، الجملة يتفرج غير صحيحة، وأنا سأكرر الكلام الذي قلته لك في البداية. الشرعية لو رفعت يدها من التحالف العربي، لو رفع يدها من دعم الشرعية لحدثت كارثة كبيرة على اليمنيين، ولا سقطت مدن تلو مدن ومحافظات تلو محافظات في يد الحوثيين. التحالف العربي لا يزال صمام أمان للشرعية واستعادة الشرعية باليمن، ولكن للأسف هناك خذلان، هناك خيانات، هناك أسباب ومناكفات بين بعض العناصر والأحزاب، وفي الأخير الخسران هو اليمنيون أنفسهم بسبب هذه التحديات والخلافات التي للأسف تظهر. وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر سيد سلمان عسكر محلل سياسي سعودي، كنت معنا من مدينة أبها السعودية، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، يعني نتساءلنا هل تمتلك الشرعية اليوم أي فرص للحيلولة دون وصول ميليشيات الحوثي إلى مأرب؟ نعم، اعتقادي بأن الحكومة الشرعية ربما بدأت تلملم أشلاءها، وهناك وزراء مأرب، هناك تصريحات، إضافة إلى أن مأرب عصية صراحة في مواجهتها للميليشيات الحوثي الانقلابية، وتكبدت فيها الميليشيات وحلفائها خسائر فادحة في محاولتهم لغزو مأرب في 2015، وفشل ذلك. مأرب اليوم أكثر قوة بتوحد قبائلها، بتوحد مشايخها، بتوحد كافة قطاعاتها العسكرية التابعة لقوة الجيش، وبالتالي يجب أن على في محافظة مأرب وقوات الجيش عموما والحكومة الشرعية أن تقيم تلك الخسائر التي في حيث حدثت في مهن، وفي الحزم وتستفيد منها في مواجهة هذه الروح التابعة محافظة فيها. نعم. الكثير من الهزائم والانكسارات. أشكرك، هناك رداءة في الصوت سيد عبد الحفيظ، داهمنا الوقت، وأشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، وأعتذر للمشاهدين هناك رداءة في الصوت مؤخرا. نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.